خلونا نعرف تفاصيل اكتر من او عن انجازات البعثه من الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعه. صباح الخير على حضرتك، منورنا. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ سامي، اهلا بيك يا فندم. يعني عايزه الاول اقول لك الف الف مبروك على التالق الكبير اللي شفناه في البطوله، يعني شرفتونا فعلا. والله احنا اللي بنبارك لحضراتكم ولمصر كلها، لان الانجاز اللي اتعمل دوت انجاز باسم مصر كلها. الحمد لله. الحمد لله. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك اجمالي اللي حصده المنتخب من كؤوس وميداليات. والله احنا شاركنا السنه دي في البطوله الافريقيه، هي مش بطوله، هي يعتبر ثلاث بطولات، لانها بطوله افريقيا للناشئين وللشباب وللكادت. كل مرحله ليها ثلاث انواع، اللي هي المصارعه الحره والرومانيه والنسائيه. احنا غالبا يعني تربعنا على عرش المصارعه الافريقيه، او مش هنقول تربعنا، احنا رجعنا من جديد نتربع على عرش المصارعه الافريقيه. واحنا كنا بدانا الخطوه دي من الموسم اللي فات، ووصلنا فيه لمستوى كويس جدا بعد ما كان انخفض المستوى المصارعه على المستوى الافريقي بالنسبه لمصر والنتائج. النهارده احنا بدانا بالناشئين وحصدنا العديد من الميداليات، الذهب والفضه والبرونز، وكنا بنال اعجاب الدول الافريقيه كلها، وده حصل فعلا الموسم اللي فات. وطبعا ده يعني احنا ماشيين بسياسه كويسه برعايه النشأ، وزاره الرياضه بتساند بالمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، عندنا قاعده كبيره قوي من الابطال. مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا موجودين في كل محافظات مصر، من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، عشان نكتشف المواهب وندور على افضل العناصر ده. وده اللي بان في البطوله من النتائج الكويسه اللي ظهرت زي ما التقرير اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي. عظيم. دكتور محمود، عايزين نعرف من حضرتك برضو عدد الميداليات اللي خدناها في الثلاثه، في الحره والرومانيه والنسائيه. احنا 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 تعدينا 56 ميداليه في الثلاث انواع. لاننا احنا شاركنا بعض اللعيبه، في بعض اللعيبه شاركوا معانا في مراحل الشباب والناشئين، احنا خدنا لعيبه مميزين شاركوا معانا في الشباب والناشئين. في بعض اللعيبه شاركوا معانا في النوعين الحره والروماني، فاحنا تعدينا توتال الميداليات 56 ميداليه. هايل. طيب يعني ازاي كل فرد قدر ان هو يعني يستعد ويجهز نفسه لخوض البطوله، يعني بطوله كبيره زي دي، كل بقى واحد من اللعيبه كان بيعمل ايه من المتسابقين؟ والله احنا 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 طبعا عملنا البطولات المحليه عندنا، اخترنا منها افضل العناصر، بدانا نعمل معسكرات داخليه، بدانا نشتغل على الاولاد دول وننتقي منهم افضل حاجه عندهم. مش عايز اقول لحضرتك مدى بقى الروح القتاليه عند الاولاد ديت وعند اولياء امور، ان هم يعملوا حاجه وان هم يعملوا نتائج كويسه، كانت مبهره بالنسبه لنا. يعني الموضوع ان الاولاد كلها كانوا فعلا رجاله شرفونا. كنا لما بنطلب من الولد انه يلعب في نوع او نوعين كان بيشارك وبيرحب وبيأدي بشكل كويس قوي، ودي كانت يعني يمكن سر النجاح، ان حب الولاد ان هم يقدروا يعملوا لمصر نتيجه كويسه تشرفنا وتشرف مصر كلها. يعني ايه يا فندم بيشارك في حاجتين، في الرومانيه مثلا او الحره ينفع؟ يعني احنا كنا عشان طبعا عدد البعثه، انا عشان اسافر بعثه كامله من اللاعبين لازم اسافر ب 90 لاعب، لان انا عندي 10 موازين في كل نوع. فعشان اشارك بعثه 90 لاعب التكلفه كانت بتبقى كبيره قوي، فكنا بنحاول ان احنا ناخد افضل العيال المميزه انه يلعب في نوعين، حر او روماني، او ولد يلعب سنه يسمح شباب وكبار او ناشئين وشباب. تمام. احنا لو المساله مساله دعم فقط، فاحنا محتاجين نزود الدعم شويه عشان نزود عدد الابطال، اعتقد انه ده في مصلحتنا كمان. والله انا مش عايز اقول لحضرتك احنا بالفعل وزاره الرياضه الفتره الاخيره ده، الدكتور اشرف صبحي طبعا انا بوجه له كل الشكر والتقدير، لاني الدعم اللي بتلاقيه الالعاب الفرديه بشكل عام والمصارعه بشكل خاص دلوقتي دعم كبير قوي ما شاء الله. احنا بقى عندنا بنوفر كميه من الدعم كويسه جدا لعمل المعسكرات الداخليه والخارجيه ومشاركه في البطولات، ودي حاجه يعني عاوز اقول هي نقلتنا طفره ثانيه، ان دلوقتي بيتوفر الدعم المادي والمعنوي بشكل كبير الحمد لله. يمكن الدكتور اشرف صبحي كان مع الاولاد الفريق الكبير قبل السفر لتونس بيوم، بيدعمهم وبيشد بازرهم في المركز الاولمبي في المعادي، ودي طبعا كان من ضمن الدعم المعنوي الكبير قوي للولاد. هايل. طيب ايه ابرز المواجهات الصعبه اللي قابلت اللعيبه او ابطال منتخب في مختلف الاعمار؟ يعني هل في مثلا مواجهات معينه مع منتخب معين كانت صعبه شويه؟ احكي لنا على التحديات دي. احنا طبعا كنا كان في منافسه قويه جدا في المصارعه الروماني ما بيننا وما بين الجزائر، ولان الجزائر كانت الفتره الاخيره دي كانت بدات تتربع او تاخد مننا ميداليات ذهب كتير افريقيا، لكن الحمد لله بعض المواجهات الكبيره جدا
في المصارعه الرومانيه. يعني احنا طبعا كيشو رجع على مصر تدريج من جديد، محمد ابراهيم طبعا بطلنا الاولمبي وفاز على اللاعب الجزائري بشكل كويس. عندنا سمر سافرت سمر حمزه على اللعيبه النيجيريه، واللعيبه النيجيريه دي مصنفه عالميا فازت عليها في النهائي. عندنا عمرو رضا فاز على النيجيري. احنا المنافسه بتبقى قويه جدا جدا ما بيننا وما بين نيجيريا في المصارعه الحره، ما بيننا وما بين الجزائر في المصارعه الرومانيه. لكن الحمد لله احنا اكثر من بطل عندنا تفوقوا وبشكل كويس جدا على ابطال موازينهم، وكانت المنافسات قويه جدا جدا ما شاء الله، والحمد لله الحمد لله نحمد ربنا على كل نتائج كويسه اللي وصلنا لها. عظيم. هل نقدر نقول ان احنا مستعدين لبطوله العالم القادمه في اوزبكستان واللي بتؤهل لاولمبياد باريس 2024؟ احنا مستعدين لكل بطولات العالم اللي جايه ان شاء الله. وباذن الله نوعدكم ونوعد مصر ان احنا يكون عندنا ميدالية واثنين وثلاثة في الأولمبيات الجاية بإذن الله إن شاء الله. طب بتشجعوا اللعيبة إزاي يا فندم إن هم يفضلوا عندهم نفس الشغف، خليني أقول، عشان يفضلوا فعلا مكملين لغاية البطولة الجاية؟ والله إحنا أنت عارفة أن حضرتك إحنا لعبتنا لعبة موازين، فاللاعب لازم يبقى محافظ على ميزانه ومخسس بشكل مستمر عشان يحافظ على ميزانه، وفي نفس الوقت يتمرن باحمال تدريبيه عاليه عشان يقدر يرفع لياقته بشكل كبير جدا. احنا بنقعد مع الولاد طبعا، الولاد دلوقتي حاسه بكيان، حاسه يعني ايه مصر، حاسه يعني ان هو بيعمل حاجه كبيره باسم مصر. ازاي مصر دلوقتي العالم كله بيشاور لها، لازم يكون قد المسؤوليه ديت. احنا بنقعد معاهم كتير بصراحه وبنتكلم معاهم في الحته ديت، و يمكن احنا موفرين حتى دلوقتي تخصص نفسي، معد نفسي للولاد بيقعد معاهم كل فتره عشان يأهلهم نفسيا للمشاركه في البطولات دي. الف الف مبروك ليكم وبنتمنى لكم كل التوفيق، وعليكم طبعا دور كبير يا فندم الاتحاد طبعا انه يفضل مخلي فيه روح التنافسيه دي لدى ابطالنا. كل الشكر ليك الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعه. شكرا.